منظومة روائع البيان فيما ينبغي لقارئ القرآن للشيخ الدكتور الأستاذ بدر بن ناصر العواد، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. الحمد لله الذي لا منتهى لما له من الجلال والبهاء، الملك الذي غمام فضله عم جميع خلقه بوبله، ثم صلاته مع السلام على النبي أفضل الأنام، من جاءه جبريل بالقرآن موشحا بأجمل البيان، المعجز الذي تحار فيه من حسنه الباب سامعيه، ما لم يجئ بمثله نبي ولا ارتوى من نبعه تقي، لذا استعنت الله في بياني ما ينبغي لقارئ القرآن، فإنه أعظم ما قد نزل بالحق من رب السماوات العلا، لعلني أفوز منه بالرضا وصفحه الجميل في يوم القضاء. فضل القرآن وتلاوته لم ينزل الله على أي نبي أعظم من هذا الكتاب العربي، فكان للخلق جميعا هاديا وللنفوس المتعبات شافيا، العروة الوثقى التي لا تنفصم بالعبد والركن الذي لا ينهدم، من ابتغى الرشاد في سواه ضل، ومن أراد العز من عداه ذل، ولن يضل أبدا أو يشقى من احتمى به ولا ذا حقا. وأسعد الناس على الإطلاق حي، محال بينه وبين الله شيء، يفيء للقرآن كل آني فتنجلي غياهب الأحزان، يأس جراحه ويشفي علله ويطرد اليأس ويحيي أمله، مقتبسا من نوره المبين ما يملأ الوجدان باليقين، من حجج تكشف وجه الحق عما يرى فيه نزاع الخلق، لم يلهه عنه طلاب دنيا فقد كفاه شبع وريا، والقلب إن خالطه القرآن لم يبق فيه للأسى مكان، فهو له الأنيس في وحشته وهو له الجليس في وحدته. وقال بعض العارفين لما لاح له سر الوجود الأسماء، يا ليتني وأنت يا قرآن في بلدة ليس بها إنسان، وإن من أنهى الكتاب حفظا لمن أجل العالمين حظا، يكفيه أن يلبس في القيامة مع والديه حلل الكرامة. ويا هناء كل عبد متقي، قيل له في الجنة اقرأ وارتقي، فاحفظ فإن درج الجنان بعدد الآيات في القرآن. آداب تلاوة القرآن، وإن ترد قراءة القرآن فاحرص على آدابها الحسان، من الطهارة ولو لم تشرف يداك إذ ذاك بحمل المصحف، واستثني من كان على جنابه فالمنع مشهور عن الصحابة، وأن تكون مخلصا لله غير مسمع ولا مباهي، فالله لا يقبل من عبد عمل ما لم يكن لوجهه عز وجل، واستقبل القبلة فهي الأشرف ما لم يكن في ذاك ما يكلف، في موضع يليق بالقرآن ما فيه من شائبة امتهان، كصخب أو في مكان قذر أو مع وجود مشغل للبصر، واستكفى أفواه ذوي الإيمان كما أتانا طرق القرآن، ثم استعذ بالله للقراءة مبسملا فيما عدا براءة، وفي مواضع السجود فاقتدي بالمصطفى وعنده النفس جدي، وحيث مرت بك آية سؤال أو اقتضت تعظيم شأن ذي الجلال أو جاء فيها ذكر ما في النار، فاسأل وسبح واستجر بالباري، واقرأه والحزن عليك بادي دامع طرف خشع الفؤاد، معتبرا بما حكاه الله وما أعد
أعده لمن عصاه، والعين لا تفيض بالدموع إذا خلى القلب من الخشوع. وكن إذا قرأت ذا سكينة وهيئة وقورة رزينة، ولا تشاغل أو تعابث أحدا أو تلتفت من غير داع أبدا. أما التمايل وهز الرأس فما له في الدين من أساس، إلا إذا اقتضاه طبع القاري أو كان منه دون ما اختياري. فيقشعر جلده إذا قرأ بما يكاد لا يحس أو يرى، ورتل القرآن باطمئنان تلاوة تجل لك المعاني، مجودا حروفه وعارفا متى تكون بادئا وواقفا. ولا تهذه كهذ الشعر أو مثل نذرك رديء التمر، وإن من يقرأ هذا اللحر بالعجز عن فهم وعن تدبر. وحسن الصوت فإن الأذن تميل للصوت الذي قد حسن، وبالجميل يظهر الجمال وتنشط الروح فلا ملال. والأمر في الحديث بالتزيين يفهم منه مطلق التحسين، من غير تمطيط كجعل المد والغن زائدين فوق الحد. وكيف ما شئت فرتل، وكأن أفضل ما تتلو به صوت الحزن، وإن ترنمت فلا ترنمي به على وفق لحون العجم. وإن ترنمت فلا ترنمي به على وفق لحون العجم. ولا مراعيا قواعد النغم فإن للقرآن وضعا يحترم. الخاتمة. وما أردت نظمه قد انتهى بعون من أيديه لا حصر لها، معترفا بالعجز والقصور في كل ما رمت من الأمور. وما أردت نظمه قد انتهى بعون من أيديه لا حصر لها، معترفا بالعجز والقصور في كل ما رمت من الأمور. فأسأل الله بأن يغفر لي ما كان مني من هوى أو زلل، وأن يجود بالقبول الحسن فإنه الكريم ذو الفضل السني. ثم على خير الورى محمد أزكى صلاة وسلام أبدي.